ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم بالمسائية، ونبدأ بالعناوين مع ميرنا الهندي. مساء الخير في عناوين المسائية. وأنا متفائل إن شاء الله إنه الأمور ممكن توصل لنهايتها وخواتيمها الجيدة إن شاء الله. الحريري: من بعد لسنا في مواجهة مع أي فريق سياسي، والخلاف في قانون الانتخاب يكمن في التفاصيل. مع أنه نحن سهلنا أمور المزارعين بكافة الوسائل. الهيئة العليا للإغاثة تتحضر لصرف التعويضات، ومزارعو التفاح في الشارع يطالبون بمستحقاتهم. ضربة إسرائيلية على قاعدة لحزب الله قرب مطار دمشق. فينا نكون أبطال ونحافظ على سلامة أطفالنا وكل متر من أرضنا. طلب بطاقة بلون عطاء وساهم بنزع الألغام من لبنان مع بنك لبنان والمهجر. أهلا بكم. لا يزال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يلعب دور صلة الوصل بين شرق الأطراف وغربها، دارسا كل القوانين الانتخابية ومسهلا لأي تسوية ممكنة، وباحثا عن إبرة التوافق في أكوام من قش الخلافات والاختلافات. ومن قصر بعبدة، حيث زار رئيس الجمهورية، أعلن الرئيس الحريري أنه سيدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة للحكومة ليهدم بذلك جدار التعطيل الذي كان بدأ ينمو بين الناس مع نزول سائقي الشاحنات وبعض المزارعين وربما آخرين لاحقا. لكن الأبرز خلال الساعات الأخيرة هو الضربة العسكرية الإسرائيلية والتي استهدفت مطار دمشق الدولي، فيما احتفظ نظام بشار الأسد بحق الرد مثل حقوق ردود كثيرة لم تتجاوز قدرة النظام سوى على قتل المزيد من المواطنين الأبرياء وقصف الضحايا الأبرياء. البداية من كلام الرئيس سعد الحريري الذي أبدى تفاؤله بإمكانية حل بعض العقبات التي تعترض إصدار قانون جديد للانتخابات. مروحة الاتصالات والمشاورات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بشأن قانون الانتخاب كانت أبرز المواضيع التي بحثها مع رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال اللقاء الذي دام قرابة نصف ساعة. الرئيس الحريري طمأن إلى أن العمل يجري من أجل إنجاز صيغة قانون انتخابي جديد، وأن ذلك من أولويات كل الأطراف، آملا في أن تصل الأمور الإيجابية إلى خواتيمها. فخامة الرئيس حريص جدا على أنه ننجز موضوع القانون الانتخاب. في عدة اقتراحات، كلنا بنعرف أنه اليوم في موضوع التأهيل وفي موضوع أمور تانية عم تنشغل بين الأفرقاء السياسيين. أنا بدي حط من الناس أنه نحن شغالين 24 ساعة على 24 على هذا الموضوع، لأنه هذه هي الأولوية الأساسية. وأنا متفائل إن شاء الله أنه الأمور ممكن توصل لنهايتها وخواتيمها الجيدة إن شاء الله. ونحن منقدر يعني فخامة الرئيس وأنا أنه هذا الموضوع في مسؤولية كتير كبيرة علينا نحن اثنين، وعلى الأفرقاء السياسيين كمان، حتى يصير في تعاون بين الجميع لحتى نقدر نوصل تفاهم بهذا الموضوع. فامبارح كمان التقيت الرئيس بري، واللي كمان أيضا كان حريص جدا على أنه نخلص من هذا الموضوع. وأنا برأيي أنه نحن واصلين لمحل نقدر نوصل لشيء إيجابي. نحن منا فايتين بمواجهة مع أي فريق سياسي. اليوم هو كيف نوصل للمعادلة لصح، يعني حسن التمثيل لكل الناس، صح ولا لا؟ هون اللي نحن اللي عم نفتش عليه.
الخلاف على شوية تفاصيل من هون ومن هنيك، وأنا برأيي أنه هذه التفاصيل فينا نوصلها، وفي أمور كتير كبيرة عم نبحث فيها. الرئيس الحريري أعلن عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وقد يقوم قانون الانتخاب على جدول أعمالها. أول شيء بموضوع جلسة مجلس الوزراء، كل الحكي اللي كان عم يطلع بالسابق هو كلام فاضي بصراحة. كان الضغط عم حطه أنا شخصيا على كل الأفرقاء السياسيين لحتى نقدر نوصل إلى مكان اللي لازم نوصل له في مخص القانون الانتخاب. الأولوية اليوم بس ما استعمل رئيس الجمهورية صلاحيته الدستورية بوقف مجلس النواب، هو أصبح هو القانون الانتخاب. وأنا كرئيس مجلس وزراء أردت أنه الناس تعرف أنه أنا مع رئيس الجمهورية بهذا الموضوع. بموضوع التمديد كان موقفي واضح وصريح مبارح، واللي بيدعي لمجلس وزراء هو أنا. فلذلك نحن حأدعي أسبوع الجاي القادم إلى مجلس وزراء، ويكون فيه يعني البنود، إن كان قانون انتخاب ولا بنود أخرى. اللي بيهمني أنا مش موضوع التمديد، بهمني أنا قانون انتخاب. يعني الواحد اليوم في كباية مي نصها ملان، بتقولي إنه فاضي، نصها فاضي ولا نصها ملان؟ أنا بدي أقول إنه نصها ملان. أنت رح تقول كلام؟ لا لا، أنا حملي لكم إياها إن شاء الله قريبا. وردا على سؤال حول العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة، أشار الرئيس الحريري إلى ضرورة وجود فريق عمل لبناني يشرح الإجراءات المتخذة لمحاربة موضوع تبييض الأموال في لبنان، لافتا إلى أن القانون المفروض صعب لكن ليس هناك صعوبة في تعديله مع الكونغرس الأمريكي. وكان قانون الانتخاب حاضرا في لقاءات رئيس الجمهورية، لا سيما مع النائب هادي حبيش، وهذا الأمر كان أيضا محور لقاء الرئيس عون مع الوزير السابق جان عبيد، الذي أشار إلى أنه في حال تعذر التعديل في القانون قد يكون من الطبيعي التقيد بالقانون القائم. ومساء اليوم وفي إطار المشاورات المتعلقة بقانون الانتخاب، استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وزير الخارجية جبران باسيل، وقد حضر اللقاء نجل جنبلاط تيمور وزير التربية مروان حميدي والنائب غازي العريضي. التحركات المطلبية، نزل مزارعو التفاح إلى الشوارع في عدد من المناطق احتجاجا على عدم صرف المبلغ المقرر لهم بعد الخسائر التي منيوا بها نتيجة انخفاض التصدير والأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية. تقرير ربيع شنطف. على أوتوستراد الدامور تجمع هؤلاء المزارعون لتوزيع التفاح على المواطنين في وقفة رمزية احتجاجا على عدم صرف وزارة المال مبلغ 40 مليار ليرة لبنانية المترتب عليها لهم دفعة واحدة. فالوزارة تريد وفق المزارعين تقسيط المبلغ على دفعتين، وهو ما يرفضونه تماما. إذا ما بدت تلبي الهيئة العليا الإغاثي والحكومة تأخذ قرار وإعاز للهيئة العليا أن تدفع 40 مليار للمزارعين كلهم، نحن بدنا نصعد موقفنا ويتحملوا هني كل المسؤوليات. نحن الموقف الثاني رح ننزل على شوارع بيروت، نحن رح نسكر شوارع بيروت بالآليات وبالمعدات وبكل الشغلات اللي احنا بتوفرنا لنا لحتى ليه نحن نحصل حقوقنا. نحن هالاعتصام هيدا منه ضد حدا، كيف اعتصام سلمي حضاري، عرفت كيف، مشان نوصل رسالة بكل احترام وتقدير للمسؤولين. وعدتونا انه تدفعوا التعويضات، ادفعوا بسرعة، لانه المثل بيقول ادفع بسرعة كأنك دفعت مرتين، لانه المزارع ما في ينتظر. نحن مش نزلين كمزارعين نقطع طرقات على حدا، لانه كليتنا نحن بلبنان بنعرف الوضع. هيدا التفاح اللبناني لا هو كسرات، لا هو مرامل، لا هي صفقات تبع البترول، لا هي كهرباء، لا هي ملفات الفساد، لا هي زباله. هيدا التفاح رزق المزارع اللبناني. كل دول العالم تدعم الزراعه بكافه الامكانيات الا عنا بلبنان. عدم استيلاد التفاح من برا واهتمام المسؤول بتصريف الانتاج المحلي. ومن الدامور الى البقاع، حيث تركزت الاعتصامات في شتورة واللبوي وترشيش. في ناس عم بتئن من الوجع، علي ديون من سنة الماضي بعد ما دفعتها، مفروض انه الدولة تتحرك بطريقة افضل واسرع. وفيما اعتصم مزارعو التفاح في حالات، الغى مزارعو بشري وتنورين اعتصامهم الذي كان مقررا على المسلك الغربي في شكة.
تجدر الإشارة إلى أن المزارعين يعانون من ضعف بتصريف إنتاجهم في ظل حديثهم عن تكدس حوالي 3 مليون صندوق تفاح في البرادات. اعتصام رمزي لمزارعي التفاح يسبق التصعيد في حال لم تلبي الحكومة مطالبهم. اعتصام يتزامن مع سلسلة تحركات مطلبية يأخذ بعضها طابعا غير سلمي. من الدمور ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. أزمة التفاح تعود إلى العام الماضي، فبعدما تقرر دفع 40 مليار ليرة لمجموعة المزارعين كتعويض عن خسائرهم، لن يتسلموا في هذه المرحلة سوى 20 مليارا. وقد أكدت الهيئة العليا للإغاثة أنها ستبدأ خلال أسبوع بصرف هذا المبلغ. تقرير مها ظاهر. هل فعلا هي أزمة تفاح ومزارعين أم فيلم سياسي بطله التفاح ومزارعوه؟ قصة التعويض على مزارعي التفاح تعود إلى تشرين من العام 2016، يوم أقر مجلس الوزراء خطة تقضي بدعم مزارعي التفاح على أن يتولى الجيش اللبناني عملية المسح الذي تأخر بفعل عوامل الطبيعة حينا والأمنية أحيانا، إلى أن اكتملت العملية منذ حوالي أسبوعين. نقابة المزارعين حسب معلوماتي قدمت لوزير الزراعة بتشرين الثاني وعرض على مجلس الوزراء انه عندها انتاجية 8 مليون صندوق. تقدم الطلب على ممكن الوزير بطرس حرب كمان قدمه للاقتراع وتصوت عليه وتوافق عليه انه يندفع 40 مليار على اساس 8 مليون صندوق. هذا انتاج لبنان سنويا من 20 سنة وجاي تقريبا. بالمحصول اللي كشفه الجيش طلع حوالي 11 مليون صندوق. توصلنا لحل كلياتنا مع بعضنا انه عدلهم في ظلم في الرعية، عدلهم في السوية، انه نحن طلع معنا 40 مليون بنخصم هدوليك 29 تقريبا بالمية حتى يوصلوا على 40 مليار. حال الغليان في الشارع توازت مع حركة ملحوظة في هيئة العليا للإغاثة، خلية نحل تعمل على تحضير الشيكات بهدف صرفها، لكن على أساس مبلغ 20 مليار ليرة استطاعت وزارة المالية تأمينها بدل 40 كدفعة أولى تتبعها دفعة أخرى لاحقا. نحن موضوع الكشف توافقنا معا على الخصم، تحول الملف لوزارة المالية من تقريبا 12 يوم. كنا عم نرجع نحن دولة الرئيس فيه حتى يأمنوا الأموال. امبارح مش تحت الضغط، بالعكس كان الوزير علي خليل يعني متساهل معنا وعم بيساعدنا وبالعكس عم بيحاول يجيب الأموال دغري اللي بيقدر يأمنها. أمانة واليوم مضي بكل سهولة يعني، وبعتقد السبت بتكون تحولت على الهيئة، يعني التنين لازم تكون مضمونة أكيد بحساب الهيئة. 20 مليار لا. نحن لأنه وزارة المالية هيدي إمكانياتها، وزارة المالية عندها إمكانية تدفع 20 مليار، نحن ما انتظرنا ننطر ال 40 مليار، بالعكس عملنا شيء منيح ودولة الرئيس عمل شيء منيح إنه قلعوا فيهم ودفع أولى دفع تاني بس تكون جاهزة وزارة المالية كمان بتحولنا، مش حدا عم بيقول لا ما بده يدفع، بالعكس. على وقع لعبة الشارع، هل وقعت الهيئة العليا للإغاثة ضحية كيد سياسي؟ تماما، نحن صندوق دفع، يعني بالعكس بنساعد كل المواطنين، اي شيء بيجي نحن من بيتهم هان وبنساعدهم وبنعالج لهم كل مواضيعهم. نحن بتصرف دوله الرئيس سعد الحريري، الهيئه بتنفذ اوامره للرئيس حريري. وبحسب معلومات حصل عليها تلفزيون مستقبل، فإن محصول التفاح حددته وزارة الزراعة بثمانية ملايين صندوق، صرف 3 ملايين صندوق منها في السوق المحلي اللبناني، إضافة إلى 3 ملايين صندوق صدرت إلى الخارج بدعم من مؤسسة إيدال. وبحساب بسيط يبقى مليونا صندوق تفاح يمكن صرفها بسهولة تامة في السوق اللبناني للمستهلك المحلي وزواره. مطلبيا أيضا اعتصم أصحاب الشاحنات لليوم الثاني، ولكن هذه المرة من دون قطع للطرق، وقرروا إثر اجتماع وفد منهم إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتجميد تحركاتهم.
اعتصام أصحاب الشاحنات لم يكن كسابقه، لا قطع للطرقات، لا زحمة سير، لا تكسير للزجاج. اكتفى المعتصمون بركن شاحناتهم على جوانب الطرقات ورفع القلابات في إشارة رمزية احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بوقف العمل في المرامل والمقالع حتى إشعار آخر. مشهد تكرر أمام السفارة الكويتية وظهر البيدر والصفرة والدورة وعند محلة الكوستا برافا، كما في الزهراني جنوبا، وسط انتشار القوى الأمنية في مختلف المناطق. حاملين مطالبهم توجه وفد من أصحاب الشاحنات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اجتمعوا باللواء عماد عثمان الذي وعدهم بحل قضيتهم يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى، وجرى التوافق على فض الاعتصام. اليوم الثاني من اعتصام أصحاب الشاحنات مر سلميا هذه المرة، ولكن أصحاب الشاحنات يتخوفون من عدم تحقيق مطالبهم. الملفات المطلبية لمنطقة الشمال حضرت في اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، والذي ترأس جانبا منه الرئيس سعد الحريري، مشددا على أحقية حاجات هذه المنطقة. اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في محافظة الشمال والذي عقد في السراي الحكومي ترأس جانبا منه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. الرئيس الحريري لفت إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات المتتالية والتي يخصص كل منها لمحافظة هو التحضير لجلسات مجلس الوزراء سيتم عقدها في المناطق. قبل ما نروح لهنيك كان الفكرة أنه بس ما تجتمعوا هون بالسراي نطلع بمجموعة ورزمة من المشاريع، بس ما نروح لهنيك يكون عندنا يعني نقدر نقر هذه المشاريع ونوجد لها الميزانيات الموازنات تبعيتها والمال تبعها. فنحن هذا الشيء مهم جدا انه هذا التفاعل اللي يصير بيننا وبينكم وبين البلديات وبين الدوائر الحكوميه. نحن بالاخر بخدمه المواطن، والمواطن هو الاساس اللي بدنا نحن نخليه يعيش حياه كريمه. المشاريع الانمائيه نحن كدوله اللي نحن مسؤولين عنه حنقوم فيه، وحتى يمكن في مشاريع ما نقدر نقوم فيها اليوم ولكن نحطها ضمن خطه لهذه المناطق لحتى نقدر نوصل لها. لازم المشاريع تكمل بعضها، وانا برايي انه في كثير مشاريع، ويمكن مثل ما شفتوا اليوم انه في كثير امور بتنحل هلا هون، والامور اللي بدها لونج تيرم شغل نحن بنحطها على خارطه الطريق. الرئيس الحريري شكر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني على ترأس اجتماعات اللجنه الفنيه، لافتا الى ان المواطن بحاجه للكثير، وقال ان لطرابلس حاجات كثيره ايضا بعد الازمات التي مرت بها في المراحل السابقه، من دون التقليل من حاجات البلديات الاخرى التي سينظر اليها بكل جديه. ومساء ترأس الرئيس الحريري اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد. بعد الاجتماع أوضحت الوزيرة عناية عز الدين أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يجمع لأول مرة اللجنة الوزارية مع اللجنة الفنية التي تأسست في العام 2011. ولفتت عز الدين إلى أن كل هذا العمل يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية. في أعقاب جدل كبير أحاط بموضوع تشغيل وإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، جرى فض العروض في إدارة المناقصات، ومن أصل خمس شركات متنافسة جرى الإعلان عن فوز شركة باك المشغلة حاليا للسوق والتابعة للسيد محمد زيدان بالمزايدة بقيمة 111 مليار ليرة، أي حوالي 74 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة 4 سنوات إضافية مقابل بدل مالي للحكومة اللبنانية وبدل متحرك له علاقة بعدد الركاب الذين يمرون في المطار. أغارت طائرات العدو الإسرائيلي فجرا على قاعدة عسكرية لحزب الله في محيط مطار دمشق الدولي، في وقت زعم النظام السوري أن القصف الإسرائيلي نجم عن إطلاق سلسلة صواريخ من داخل الجولان المحتل، في حين أكد وزير استخبارات الاحتلال أن هذه الغارات تطابق سياسة إسرائيل في منع نقل أسلحة لحزب الله. Thank you.
مواقع عسكرية جديدة في سوريا بمرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي. فجر الخميس استيقظت المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي على دوي انفجارات متتالية نجمت بحسب مصدر استخباراتي عن ضربات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على مستودع أسلحة لحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر نفسه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن المستودع المستهدف يستقبل كميات كبيرة من الأسلحة التي ترسلها إيران جوا بانتظام إلى الميليشيات التابعة لها في سوريا على رأسها حزب الله. وفيما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن سلسلة غارات إسرائيلية طالت السرب العسكري داخل المطار، اعترف النظام السوري بتعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غربي مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي، ولكنه قال أنه نتج عن سلسلة صواريخ أطلقت من داخل الجولان المحتل. وفي الجانب الإسرائيلي قال وزير شؤون الاستخبارات إسرائيل كاتس أن القصف يتوافق تماما مع سياسة إسرائيل بمنع نقل أسلحة إلى حزب الله. وهدد كاتس أن إسرائيل ستتدخل في كل مرة تتبلغ فيها معلومات خطيرة عن نقل أسلحة متطورة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مؤكدا السعي إلى تفاهم مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب عدم السماح لإيران إقامة موطئ قدم عسكري دائم في سوريا، وعلى ضرورة توسيع العقوبات على إيران وحزب الله. ومنذ العام 2011 استهدف الاحتلال الإسرائيلي مرارا مواقع عسكرية في القنيطرة ودمشق وريفها بما فيها مطار المز العسكري، وكانت من بين الأهداف شحنات أسلحة لحزب الله وقياديون من الحزب. وآخر الضربات كانت قبل أقل من أسبوع حين أغارت طائرات الاحتلال على مواقع لقوات الأسد وحزب الله في القنيطرة. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل. ولي العهد السعودي: الوحدة الوطنية تعلو على الطائفية والمذهبية. وغرق سفينة عسكرية روسية في البحر الأسود وتركيا تنقذ طاقمها. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في افتتاح الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض، شدد على أهمية الوحدة العربية والوطنية والتي تعلو على ما دونها من وحدة طائفية أو مذهبية. وحدة وطنية يدرك من في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة، دفاعا عن دينه وحماية لوطنه ودحرا لأعدائه وردعا لشروره. تأكيدات حاسمة لولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لدى ترأسه في الرياض اجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه دعا وزير الداخلية الإماراتية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى ضرورة مواجهة التهديدات السياسية والعسكرية والأمنية وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات كافة، مؤكدا أهمية العمل العسكري في إطار التحالف العربي دفاعا عن الخليج الواحد. وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الخالد صباح شدد على أهمية هذا الاجتماع لمناقشة كل القضايا السياسية والأمنية والدفاعية لدول التعاون في مواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمها خطر الإرهاب. بدوره تطرق وزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة إلى تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي اليمنية، مؤكدا ضرورة مواجهتها بشكل جماعي ومن خلال رؤية موحدة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أوضح أن الاجتماع مخصص لبحث تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة. كما يتضمن جدول أعمال الوزراء ممارسات إيران وتدخلاتها في عموم المنطقة، خصوصا ما يتعلق منها بتهديدات لأمن دول المجلس وتدخلاتها في العراق. في الميدان السوري قتل وجرح عشرات المدنيين والمرضى والكوادر الطبية في قصف للطيران الروسي على مستشفى الجامعة قرب الدير الشرقي في معارة النعمان بريف إدلب، حيث بات المستشفى خارج الخدمة، كما استهدف النقطة الطبية في بلدة معرزيتا ما أدى لاحتراقها بمن فيها وخروجها بدورها من الخدمة.
ألمح وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون إلى استعداد بلاده لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عسكريا ضد النظام السوري. وفي حديث إذاعي أعلنت جونسون تأييد أي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة العسكرية في سوريا إذا قررت اتخاذ إجراء ضد نظام بشار الأسد بسبب استخدامه أسلحة كيميائية. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عندما أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لقمع مسيرات تضامنية مع الأسرى على أكثر من محور في الضفة الغربية المحتلة. وكان الإضراب العام شل مناطق الضفة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم 11 على التوالي. والتزاما بالإضراب أغلقت مداخل المدينة بالحجارة وإطارات السيارات، فيما أقفلت المحال التجارية والمصارف أبوابها. في العراق حررت القوات العراقية المشتركة مدينة الحضر جنوب غرب الموصل بالكامل بعد دخولها القضاء بوقت أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مقتل مسؤول داعش في حي الشفاء والمدعو أبو لقمان العفر أثناء تدمير مقر للتنظيم بالجانب الغربي من الموصل. اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا كان يحمل سكاكين في منطقة ويستمنستر وسط العاصمة لندن، حيث أغلقت المنطقة التي تتضمن البرلمان ومقر الحكومة. وأعلنت الشرطة أنها تتعامل مع ما وصفته بواقعة في طريق وايت هول حيث مقر غالبية الوزارات. وقد أغلقت البوابات الرئيسية للبرلمان بعد الحادث ولم يبلغ عن أي إصابات. أعلنت أنقرة غرق سفينة تابعة للمخابرات الروسية قبالة الساحل المطل على البحر الأسود شمال اسطنبول، وأفادت عن إجلاء كل أفراد الطاقم والبالغ عددهم 78 عبر زوارق إنقاذ سريعة، موضحة أن التصادم بين سفينة الاستطلاع العسكرية الروسية ليمان وسفينة شحن تنقل مواشي وترفع علم توغو سببه الضباب الكثيف وضعف الرؤية. وفي اتصال هاتفي أعرب رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف عن حزنه لحصول هذا الحادث. بعد الفاصل تتابعون. إربعة أيوب على الرمل البيضاء. وحبة تغني عن التمارين الرياضية. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي وزير المال علي حسن خليل وعرض معه آخر الاتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخاب. وفي السراي أيضا سلسلة لقاءات للرئيس الحريري، منها استقباله لفريقي قدامى برشلونة وريال مدريد اللذين سيتقابلان غدا ضمن كلاسيكو الأساطير. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نجل رئيس تيار المردة توني سليمان فرنجي بحضور الوزيرين يوسف فينيانوس وغطاس خوري، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة. كما اجتمع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حسباني وبحث معه موضوع خطة الكهرباء. ومن زوار السراي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض، وقد جرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة. إلى ذلك التقى الرئيس الحريري في باحة السراي الحكومي قدام نجوم فريق برشلونة الإسباني الذي يزور لبنان حاليا، حيث سيلعب مع فريق قدام نجوم ريال مدريد على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت ضمن كلاسيكو الأساطير. الحريري قال ردا على السؤال: آمل أن نرى مستقبلا أفضل بكثير مما نعيشه اليوم، فنحن محظوظون أننا ما زلنا مستقرين في منطقة صعبة للغاية ونعمل كثيرا لكي نحافظ على هذا الاستقرار. وأضاف: نحن بحاجة إلى أشخاص يعطون الأمل للجيل الشاب، فما ينقصنا هو ما يمكن أن يعطي الكثير من الأمل للأطفال والشباب. وبعد ذلك التقى الرئيس الحريري قدام نجوم فريق ريال مدريد مرحبا بهم في لبنان ومتمنيا لهم إقامة طيبة. كذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسباكين في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وعرض معه للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. أعلنت قيادة الجيش أن زورقا حربيا إسرائيليا أطلق النار من أسلحة حربية متوسطة باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، بينما خرق زورق آخر المياه الإقليمية لنحو 400 متر، وأضافت بأنها تتابع الخرقين بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.
أعلنت المديريات العامة للأمن العام عن توقيف الفلسطيني نون عين والسوري عين فاء لانتمائهما إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والعمل داخل المخيمات الفلسطينية لصالحه. أضافت أن أحد الموقوفين اعترف بالتواصل مع القيادي في جبهة النصرة هلال يحيى الحصني الذي طلب منهما العمل داخل المخيمات الفلسطينية لصالحه، فحاولا الالتحاق بمجموعة الإرهابي بلال بدر ثم بالإرهابي شادي المولوي، كما طلب من الأول تنفيذ عملية اغتيال لأحدى الشخصيات القيادية الفلسطينية في مخيم شتيلة بغية خلق بلبلة وتخفيف الضغط عن مخيم عين الحلوة إبان المعارك الأخيرة. قضائيا، أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جون فهد انطلاق المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس من 12 من أيار المقبل إلى 19 منه لظروف طارئة. أدى سقوط صقالة في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الصنائع إلى إصابة شخصين بجروح. نجت منطقة الصنائع في بيروت من كارثة إذ سقطت بعض قطع من صقالة في إحدى ورش البناء مقابل مدخل حديقة الصنائع، ما أدى إلى إصابة ناطور المبنى ومواطن صدف مروره في المكان، وقد أصيبا بجروح في الرأس والصدر والأطراف. وعلى الفور اتصل الحرس البلدي في الحديقة بالصليب الأحمر اللبناني الذي حضر إلى المكان ونقل الجريحين إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث وضعا تحت المراقبة في غرفة العناية الفائقة، لكن حالتهما وصفت بالمستقرة. نحن واقفين صرخ واحد من فوق شغيل هربوا. قام من الهواء وقعت. طلع هواء قوي وقعت من الهواء. وبحسب سكان المنطقة فإنها ليست المرة الأولى يتعرض هذا المبنى لحادث قضاء وقدر. في كمان هو معلم معمار حجر وقع من تاني ميل من الطابق الخامس. بس هيداك تكسر تكسير. بس ضل طيب يعني الحمد لله. امتى؟ قبل هذه الحادثة تقريبا من شي شهرين هذه صارت. كما حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. وفي طرابلس أقدم رجل ستيني على التحرش بقاصرتين لا يتعدى عمرهما 10 سنوات في محل لبيع الورود. يتوالى مسلسل الكشف عن اعتداءات ترتكب بحق الأطفال، ففي حادثة بشعة حصلت في محل لبيع الزهور في جبل البداوي في طرابلس أقدم رجل على استدراج قاصرتين كانتا تتجولان قرب المحل، وبعد أن طلب منهما الدخول لتنظيف المتخذ أقدم على إقفال الباب وتخبئة الفتاتين بين الأزهار وتحت الكراتين والأكياس، كما هددهما بالقتل ومارس معهما أعمالا منافية للحشمة. قوى الأمن الداخلي في بيان لها أشارت إلى أنه تم توقيف المشتبه به ويدعى عين غين، وهو من مواليد 1952 لبناني الجنسية، وعمدت إلى تسليم القاصرتين لذويهما وهما كاف حاء مواليد 2007 سورية الجنسية وزين ألف مواليد 2008 سورية الجنسية، فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، وحثت قوى الأمن الداخلي المواطنين على الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها. البيرتي استرجعوا ذكريات الأجداد بأربعة أيوب. حفاظا على تقاليد بيروت وتاريخها وكعادتهم في كل عام، احتفل أهالي العاصمة بأربعة أيوب على شاطئ الرملة البيضاء بمشاركة عدد من فعاليات المدينة. أربعة أيوب هي الأربعاء الأخير من شهر نيسان، وتشكل مناسبة شعبية ورثها أهالي العاصمة عن أجدادهم يسترجعون من خلالها حكاية النبي أيوب وصبره على المصاعب. وتترافق هذه الذكرى مع مجموعة من النشاطات الخاصة بالأطفال وتحضير الانفطاء البيروتي. مجلس بلدية بيروت عين ساهرة على بلدية بيروت، وبطمنكم أكثر أنه نحن ومحافظ مدينة بيروت على أتم الوفاق. ما في حدا عم بيعرق العمل حدا، كله عم بيصير بالتنسيق، وإن شاء الله حتشوفوا مشروع ورا مشروع عم يتنفذ بأسرع وقت. هذا الشط ما حدا لح يمسه، وهذا مش على شطارة منا نحن بالبداية. أولا رفيق الحريري الله يرحمه محافظ الألقاب دولة الرئيس هو اللي اشترى بعض أجزاء هذا الشط يلي كان ملك خاص ليعملوا ملك لأهل بيروت ولشعب بيروت يلي ينزلوا يتمتعوا بالشط رمت البيضاء. نحن حنحافظ على هذا الشيء.
بدوره استرجع منسق عام تيار المستقبل في بيروت وليد دمشقي العلاقة التي جمعت الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأهالي العاصمة. هكذا فعل أهل بيروت في حرب دهشت في قلوب أبنائها أيام الحرب الداخلية سنة 1975. هكذا فعل أهل بيروت في مواجهة الاجتياح الصهيوني عام 1982. هكذا فعل أهل بيروت في مواجهة تبعات الحرب والقتل والدمار، فرد صبرهم على كل المآسي بمن جاء فعلم وعمر وحرر. جاء رفيق الحريري هدية لبيروت وصبرها على ما فعلوه أمراء الحرب فيها وبجدرانها وبيوتها. رفيق الحريري كان الشفاء بعد الصبر. الاحتفال تخللته كلمات شددت على أهمية إعادة إحياء العادات القديمة. في جديد الاكتشافات الطبية والصحية، حبة تخفف الوزن وتغني عن التمارين الرياضية. وأخيرا بات بإمكان كل من يعاني من السمنة أن يقول وداعا للتمارين الرياضية وأهلا بالحبة المعجزة. هكذا وصفها الباحث في جامعة أوغوستا يونيفرسيتي بولاية جورجيا الأمريكية جوش بوتشر وفريقه العلمي، بعدما نجحوا في تطوير دواء يمكن للكسالى تناوله لكي يوفر لهم كل النتائج الصحية الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية من دون أي جهد. حبة التمارين الرياضية تعمل على تثبيت إنتاج بروتين يسمى ميوستاتين، وهو أحد البروتينات المهمة التي يولدها الجسم وتؤدي إلى زيادة العضلات وتحسن عمل القلب والكلى، ولها تأثيرات جيدة أيضا على مكافحة أمراض عدة مثل مرض ضمور العضلات وكذلك السرطان والإيدز. ورغم أن أبحاث فريق بوتشر أجريت على الفئران، فإن الباحثين يأملون إجراء اختبارات لاحقة على الإنسان. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش.